ادعو لها. ابنة رجاء الجداوي تتحدث لمصراوي عن آخر تطورات حالة أمها الصحية. رئيس لجنة مكافحة كورونا: نتمنى الشفاء لرجاء الجداوي ولو لم ننجح فهي إرادة ربنا. عندنا أمل: رئيس لجنة مكافحة كورونا يفاجئ مفاجأة حول حالة رجاء الجداوي. تركي آل الشيخ يستعيد ذكرياته مع الفنان رجاء الجداوي. حقيقة وفاة الفنان رجاء الجداوي في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب رجاء الجداوي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للفنانة المصرية. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. حقيقة وفاة الفنان رجاء الجداوي في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي. أجرى اليوم السابع لايف أمام مستشفى الإسماعيلية المخصص للعزل الصحي، كشف خلاله حقيقة الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية بوفاة الفنان الكبير رجاء الجداوي، وهو ما نفاه الفريق الطبي المعالج بالمستشفى. ونفى مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية الشائعات التي تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان الكبير رجاء الجداوي، مؤكدا أنها ما زالت بالعناية المركزة ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبوب منتصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%. كما نفى المصدر بمستشفى أبو خليفة إجراء مسحة رابعة للفنان رجاء الجداوي التي تتواجد داخل العزل الصحي منذ 31 يوما. وأكد المصدر الطبي في تصريحات لليوم السابع أن الفنان رجاء الجداوي لم تجري منذ دخولها العزل الصحي مستشفى أبو خليفة في 24 من مايو الماضي سوى 3 مسحات تحاليل PCR. كان الأول بعد دخولها ب3 أيام وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل لبلازما المتعافين بيومين وظهرت أيضا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال 2 يومين الماضيين وظهرت نتيجته إيجابية. وتدهورت الحالة الصحية للفنان الكبير رجاء الجداوي واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعي الخاصة بها. وتابع المصدر الطبي أن الفنان رجاء الجداوي ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من جهاز السيباب إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين في الدم لديها من غير التنفس الصناعي 55%. وصاحب دخول الفنان الكبير رجاء الجداوي العزل الصحي بالإسماعيلية شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرا التي طلبت مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي. عندنا أمل: رئيس لجنة مكافحة كورونا يفجر مفاجأة حول حالة رجاء الجداوي. أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان أن الفنان رجاء الجداوي لم تحصل على علاج بلازما المتعافين 3 مرات موضحا مرة واحدة فقط. وقال حسني في مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن إن التعامل مع الفنان القديرة يكون بالمماثلة لأي مريض آخر، وإن مروجي شائعات حصوله على بلازما 3 مرات عارية تماما من الصحة، موضحا ما تتلقاه رجاء الجداوي يتلقاه أي مريض آخر. وتابع: عندما تلقت رجاء الجداوي العلاج ببلازما تحسنت حالتها، ولكن بعض العوامل الطبية الأخرى أدت إلى عدم تحسن الحالة خلال الفترة الأخيرة، مضيفا: نتمنى لها الشفاء ولو لم ننجح فهي إرادة ربنا، الحالة ليست جيدة لكن عندنا أمل. وتتلقى رجاء الجداوي العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية وأجريت لها 3 مسحات أكدت استمرار إيجابية إصابتها بالفيروس، ونقلت إلى العناية المركزة في 2 يونيو الجاري بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم. ادعو لها. ابنة رجاء الجداوي تتحدث لمصراوي عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية.
كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن آخر تطورات الحالة الصحية لأمها التي تتواجد بمستشفى أبو خليفة المخصص لعلاج المصابين بكورونا. وقالت أميرة في تصريحات خاصة لمصراوي: والدتي وضعها كما هو ولا تزال حالتها حرجة، أطلب من الجميع الدعاء لها بالشفاء وأن يرفع المولى عز وجل عنها هذا البلاء. وأضافت: والدتي لم تجري أي مسحات وما تردد حول إجراء مسحة رابعة، كلام عار تماما من الصحة ولا أساس له، ووضع الكورونا لديها لا زال إيجابي. غائبة عن الوعي، مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل، حالة رجاء الجدو غير مستقرة. أكد مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية أن حالة الفنانة رجاء الجداوي غير مستقرة بعد نقلها من جهاز السيباب لدخل الأكسجين إلى جهاز التنفس الصناعي الحنجري الاختراقي، مضيفا أنها في حالة حرجة وغائبة عن الوعي، وحالتها لم تتحسن أو تتدهور مع انخفاض نسبة الأكسجين في الدم. وأوضح المصدر أن الأمر تخطى مرحلة العلاج من فيروس كورونا الذي لا تزال تعاني منه إلى التهاب شديد في الرئة، ما دفع الفريق الطبي المعالج إلى وضعها على جهاز التنفس الصناعي، موضحا أن قوة الفيروس تمكنت من حدوث تلك المضاعفات ومهاجمة الجهاز المناعي، خاصة مع عامل تقدم السن الذي يؤثر في الاستجابة للعلاج. وتواصل الجداوي تلقي العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ نحو شهر، وأجريت لها 3 مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافي من الفيروس مقسم على حقنتين، ونقلت إلى العناية المركزة في 2 يونيو الماضي بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم. مستشفى أبو خليفة ينفي شائعة وفاة رجاء الجداوي ويؤكد ما زالت بالعناية المركزة. نفى مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية الشائعات التي تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، مؤكدا أنها ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبوب متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم غير الجهاز 55%. كما نفى المصدر الطبي بمستشفى أبو خليفة إجراء مسحة رابعة للفنانة رجاء الجداوي التي تتواجد داخل العزل الصحي منذ 31 يوما. وأكد المصدر الطبي في تصريحات لليوم السابع أن الفنانة رجاء الجداوي لم تجري منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في 24 مايو الماضي سوى 3 مسحات PCR، كان الأول بعد دخولها ب3 أيام وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين وظهرت أيضا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال 2 يومين وظهرت نتيجته إيجابية. وتدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي، كما تم منح أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعي الخاصة بها. وتابع المصدر الطبي أن الفنانة رجاء الجداوي ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من جهاز السيباب إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين في الدم لديها من غير التنفس الصناعي 55%. وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي العزل الصحي بالإسماعيلية شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرا التي طالبت مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي. ادعوا لها. ابنة رجاء الجداوي تتحدث لمصراوي عن آخر تطورات حالة أمها الصحية. كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن آخر تطورات الحالة الصحية لأمها التي تتواجد بمستشفى أبو خليفة المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا بالإسماعيلية. وقالت أميرة في تصريحات خاصة لمصراوي: أمي وضعها كما هو ولا تزال حالتها حرجة. وتابعت: أطلب من الجميع الدعاء لها بالشفاء وأن يرفع المولى عز وجل عنها هذا البلاء. وأضافت: أمي لم تجري أي مسحات وما تردد حول إجراء مسحة رابعة، كلام عار تماما من الصحة ولا أساس له، ووضع كورونا لديها لا زال إيجابي،
وكان مصدر طبي قد أوضح في وقت سابق أن الجدّة لم تعد قادرة على استنشاق وتنفس الأكسجين بالطريقة العادية، وانخفضت نسبة الأكسجين في الدم إلى 55% فقط. وتم الأحد الماضي استبدال جهاز التنفس المساعد السباب الذي يضخ الهواء عبر الفم والأنف بجهاز التنفس الصناعي اختراقي داخلي، وهو جهاز متصل بأنبوبة حنجرية تعمل على ضخ الأكسجين مباشرة إلى داخل الرئتين دون المرور على الأنف. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. سبب تأزم حالة رجال جدوي حتى الآن؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن أنهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.